البرنتر 4310 في طريقه عاملينها لنا هنا عشان نقفل بيها البرنتر قبل ما نقفله من الزرار بتاع الباور الرئيسي بتاعه. الطريقه دي عاملينها ازاي؟ بنخش على منيو هنا وبعد كده نطلع فوق سهمين، هنلاقي كلمه شوت داون هنا، ندوس عليها اوكي يس اور نو، هندوس يس. المكنه او البرنتر بيبتدي يعمل شوت داون، ودلوقتي بيقول لك انت جاهز ان انت تقفل البرنتر من الزرار بتاع الباور الرئيسي اللي هو بيبقى موجود هنا. كده الطريقه الصحيحه ان احنا نقفل بيها البرنتر ده عشان ما نعرضش نفسينا لمشاكل الكارتات ان هي تضرب او كارتة الكنترول تجيب اي عطل خاص بيه. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.